ابني؟ شو هاد اللي عملته فهمني؟ بصير تتصرف بهالطريقة قدام ستك؟ أمي بدهم يدمروني، كل شي صار معي هنين السبب فيه. شو بدهم منا؟ آه بيعملوا كل شي بيقدروا عليه لحتى يخربوا حياتنا. والشي اللي عملته أنت مانو غلط كمان؟ كيف بتلتقي أنت وسونا؟ شو ما بتعرف بالعادات؟ أمي دمرتونا بسبب هالعادات، خلص حاجتكم. أساساً أنا ما شفتها غير مرة واحدة، هي أصلاً بعد ما تجوزت ما عادت قبلت تحكي معي أو تشوفني. ليش ما عم بتصدقوني؟ بشو أحلف لكم؟ صدقيني ما عم يكذب، شافها بس مرة. إذا مزبوط أو لا، القصة خلص انتهت وما ضل في شي نعمله، شو الفايدة بقى؟ سونا المفروض إنه تنساها. والله ما بقدر، وبعدين أنا متعلق فيها كتير يا أمي وما فيني أتركها. أنا مليت وما عاد أقدر أتحمل، كل واحد فيهم بيرمي مصيبته علي، الكل بيتهموني إلي، خلص تعبت من هالعيشة أمي. عمي على التليفون. هاتي. وينكن يا بهية؟ إلي ساعة عم اتصل. شو ليش ما عم تردوا؟ ليش ابن أخوك المجنون بيخلي حدا يسمع؟ هالولد ناقصه ترباية كتير. بسيطة، اسمعي هالخبر، اجيت على الضيعة والزلمة ما طلع صاحبنا نفسه. بقى روي وهدي بالك ولا تخافي من شي. لهيك اتصلت مشان طمن قلبي. ايه ايه منيح، ريحتني كتير. نخليها هلأ تلتهي بولادها وتنساه. رشيد وينك لهلأ انت؟ ليش تأخرت؟ وينك؟ تعال شوف هالمصيبة اللي رح توقع فوق راسنا. اها خير، شوفي إلي نص ساعة قاعدة وناطرتك لتجي. ليش ناطرتيني؟ لا تكوني فكرتيني عم بتسلب شي محل. رحت شوي، عندي شغل مع غانم آغا، كان عاوزني. المهم هلأ أنا مالي بهالسيرة، من الخوف ما ضل عندي عقل. عقل ما عقل؟ ليش هذا عندك منه بالأصل؟ ضحك لقلك ضحك، هي رح تكون آخر ضحكة إلك. ليش هيك أسلوبك معي؟ لك مصيبة، حنان خانم حكت كل الحقيقة لبنتها ملك. ملك صارت بتعرف هلأ إنه زهرة بتكون بنتها مو بنتي. لا لك أنت شو عم تقولي؟ لك لك وهلأ شو؟ والله نحن رحنا فيها، شو بدنا نعمل بهالمصيبة؟ إذا بيعرفوا عيلة كيرمان بهيك قصة والله لا يقتلونا كلياتنا، ما يتركوا مننا المخبي. رشيد كرمال الله حاول تعمل شيء، أنا ما بيهمني شو راح يصير فينا نحن، بس ابني ما يصير له شيء. أنا شو فيني أعمل؟ ليش هاي المصيبة إلى حل؟ ما في قدامنا غير حل واحد، نروح لعند المعلمة ونترجاها. إيه منروح لعندها مشان تساعدنا، نترجاها ما تحكي شيء لعيلة كيرمان لأنه هن ما راح يتركوا حدا فينا عايش. ولو ترجيناها مستحيل ترضى انها تترك بنتها وما تاخذها. شو بيعرفني انا؟ ما عندي غير هالحل، نروح نترجاها نبوس رجلها بركي بتقدر وضعنا. شو جابك انت لهون وليه؟ بنتي انت شو عم تعملي هون؟ مرت اخي راحت على القصر، خفت كتير لحالي واجيت لهون. يا ربي دخيلك، انا شو بدي اعمل بحالي؟ المصايب عم تنزل فوق راسي مثل البطل، ايه بشقف حالي يعني انا؟ شو هالبلا هذا؟ يا الله والله ايدي تربط، شو بدي اعمل؟ قوموا تحركوا يلا، خلونا نروح نحكي مع المعلمه بسرعه. لا أنا ما رح أستسلم، لو شو ما عملوا أنا رح ضل أعمل الشي اللي أنا مقتنعة فيه، حتى لو تركوني وضليت لحالي ما رح أهتم.
دوني موتوني، ليش هيك عم يصير؟ أنا غلطت كثير بحقك وظلمتك واتهمتك إليك. ما توقعت إنه هالحية نايبين ورا كل هالمصايب. ما كفاها كل شي عملته فينا، شوفي شو عملت بيسونا كمان. سامحيني زهرة. علي ليش هيك عم بتقول؟ أنا صدقني ما زعلت منك بالمرة. ولمين رح يطلب ايد بنت انحكى عليها؟ مو حرام عليهم هاد يلي عملوا؟ ضاع نصيب البنت وحياتها تدمرت، الله ينتقم منهم كلهم. شو عملوا فيكي يا بنتي؟ ما حدا بيطلع له يحكي، انا بنتي بريئة ومرباية، ما قلت له انه بنتك بريئة وما عملت شيء؟ ما قلت له انه بنتي لساتها صبية وما بتناسبك؟ شو بدي اقول يا جميلة؟ فيني ارفع راسي واطلع بعيونه؟ المسا رح يجوا لعنا، خلص. رح نحكي ونحدد موعد العرس. الله يسامح يلي كان السبب. شو ذنب البنت لتصير فيها هيك؟ بنتي انا تتجوز من مجيد، وين العدل بهالدنيا؟ والله حرام. شو نه؟ عم تعملوا فيني هيك؟ ما عم صدق هالشي. شو عملت لكم؟ ما في بقلوبكن ولا ذرة رحمة. لك عين تجي لهون مو خجلان من حالك؟ شو جابك لهون فهمني؟ انا ما بعرف شو اقول لك، بس بتمنى انك تسامحينا. نحن ما كان بدنا كل هالشي يصير، لانه ما كان بدك هالشي يصير. كل يلي صار مع زهرة مو بسببك انت، قلي لشوف. صدقيني انسة ملك، نحن ما كان بدنا يصير هيك، بس تربطت ايدينا وما عرفنا شو بدنا نعمل. بعد كل شي عمله لسه عم تدافع عنه كمان؟ هذا الزلمه كان رح يقتل لك بنتك. يعني خلونا نحكي جوا، تفضلوا. فوت يا حبيبتي، تفضل فوت. رفيف، شو رأيك تفوتي على غرفتي ترسمي وتلوني شوي؟ أنا عندي ألوان كتير وراح أعطيك إياهم. في ورق عندك على الطاولة، خديهم معك مشان ترسمي عليهم. وخدي هاي الألوان. يلا تعي. وأنتوا تفضلوا ارتاحوا. خلاص روقينا روقينا بقى، رح تنحل.
انا بعرف انك يعني معصبه ومتضايقه مننا كثير، بس بتمنى تسمعيني تعطيني فرصه اشرح لك. انت شو لسه بدك تشرح لي؟ حرام انك تكون اب اصلا، كيف بتحاول تقتل بنتك؟ رميت بنتك زهره بالنهر، في حدا بالعالم بيقدر يعمل هيك بضنا؟ لا ما حدا، ما بصير. لا انت مشان هيك معصبه مني. شو رايك يعني؟ لسه عم تسال كانه الموضوع ما بيستاهل عصب منه؟ الموضوع معك حق عصبي منه، بعرف اني غلطان. ايه انا ما عم بفهم عليكم ولا عم بفهم اهلي شو بدهم. بتقولوا انكم بتحبوا اولادكم ومستعدين تعملوا المستحيل لحتى تسعدوهم، وبالاخر انتو يلي بتاذوهم. قال شو مشان مصلحتي انا كانوا رح يتسببوا بطردي. يعني حنان خانم ما خبرتك بشي؟ لا ما خبرتني. وزارة التربية بعتولي ورقة إنه أنا فيني أرجع على المدرسة وكفي تدريس مثل الأول، بس أهلي خبوها عني، تخيلوا؟ لا يا غالي، لقينا الزلمة اللي أعطى العشاب بس ما طلع هو. طيب هو من وين جاب هاد العشاب؟ سألته؟ ايه قال جابه من زلمة درويش ببيع عسل واسمه غريب. ايه رحت ورجيته الصورة، قال لي لا. ليك يا أمي، نحن اتفقنا انك ما تزعلي. من الاول ما كان لازم نتامل. لو ابي عن جد عايش كان اجى لعنا. ابوك عايش صدقني يا عزت، شفته بالمنام، قال لي رح يرجع ورح نرجع نلتقي. ما بعرف ليش تاخر هيك، وينه هلا؟ ليش لحتى ينطر كل هالوقت؟ انا متاكده رح يجي. ابوك عايش عزت ابني، خليك عم بتدور عليه ولا تيأس بالمرة. لا تخلي قرني حتى الطير الطاير اسأله كرمالي يا امي. حاول روح لاقي يا ابني. طيب امي، اذا هذا الشيء رح يريحك بوعدك. روحي روقي خلص. شو يا كأنك مشتاقتي له كثير. وانتم منين بتعرفوا اني بقدر ارجع على المدرسة؟ منين بنعرف؟ ايه تذكرت من ميسون، لأنه حنان خانة مرقت لعند ميسون قبل ما تروح مشان تودعها، وقتها انذكر هالشي وهيك عرفناها. غريب إنه كل الناس بتعرف أخباري إلا أنا، ما عندي علم بنوب فيهم. بسيطة خانم، أنت لا تزعلي. هلأ بعد ما راحوا الوالد والوالدة وضليتي لحالك هون، بدي منك إذا بتحتاجي أي شيء ما تترددي وتحاكيني دغري مثل أخوك يعني. شكراً ما بتقصر. لا تواخذينا خانم مشان الله، تعي بنتي يلا تعي. أنت ملك خلصت رسمتي؟ شوفي حلوة يا مو. مو معقول شو حلوة، مين هدول؟ هي اختي وانتي، عملت هي الرسمه لإلك. شكرا كثير حبيبتي، رح اعلقها عندي بالغرفه جوا. يلا بعد اذنك، يلا تفضلوا، يلا يلا بالاذن منك يا خانو. Thank you.
شو بورا؟ بدك تاخدي عسل معك؟ العسل بيشفي القلب من العلة ومن الأوجاع. صح، بس العسل ما بيقدر يحلي المر، الروح بدها وفا. بس الوفا مات من زمان، ما بقى يرجع. الناس بينسوه، بس الله ما بينسى القلب الموجوع. بعين الله شو فينا نساوي؟ تفضلي. ما حدا بيعرف شو المخبى. نحن ما علينا هلأ غير إنه نستنى. بابا بوس إيدك، لا تجوزني إلو حرام. كرمال الله بابا، أنا ما عملت شي مو منيح، صدقني. لا تعملوا فيني هيك دخيلكم. طيب خلينا ننتقل لمكان تاني. عزت آغا مو قال هيك أحسن كرمالنا، وقال إنه بيساعدك كمان. أنا ما بستاهل يصير فيني كل هاد. لا تجوزوني لمجيد يا بابا، ببوس إيدكم. روحي ردي على التليفون. طيب بلكي هاد مجيد، شو لازم قله؟ روحي ردي بالأول. ألو؟ يا روحي جهاد، كيفك ابني؟ طمني عنك، خبرني. أنت شو عم تقول؟ مو صحيح ابني. شوف ابني، لا تتهور وتعمل أي شيء. اسمعني، اصحك تهرب من العسكرية وتجي لهون. ليك أبوك هو بيتصرف، أنت لا تأكل هم، كل شيء بيتصلح. يا روحي أختك بريئة وما عملت شيء، لا تصدقون، هي مظلومة. صدقني، يلي سمعته كله مصح. هاتي لشوف. جهاد، شو هاد اللي عم تقوله؟ دخيلك حاول تقنعه. دخيلك شو هالحكي؟ جهاد لحظة اسمع يا ابني. شو ما رد عليك؟ ما هيك بدكم ايانا نهرب من هون؟ وشو الفايدة؟ رح تقدري تهربي من ابنك؟ جاوبيني. جهاد جاني بده يهرب من العسكرية مشان يجي يقتل اخته، فهميني شو الحل هلا؟ الو مجيد، نحن ناطرينكم اليوم، تفضلوا. شو رايكم اذا هالموعد بيناسبكم؟ نكتب الكتاب الشهر الجاي؟ ايه بيناسبنا، اصلا ما في داعي لسه ننطر اكثر من هيك. وجهاز البنت مو ناقص شي، ما بقى هلأ غير نوصي على فستان العرس وبس، كل شي جاهز. عدنان كمان جبت لك الطقم. ايه معناها بكرة من الصبح بتروحوا على المحكمة مشان تبلشوا بإجراءات كتب الكتاب، وبعدين خلوا بنتي دلال تختار الفرش اللي بدها اياه. جيبوا كل شي على ذوقها، لأنه ما بدي ينقص شي عندها. ايه هالعرس رح يكون غير شكل، وما صار له شبيه بالضيعة كلها. حكيت مع مجيد قبل ما نجي لعندكم، قال لي انه خلاص رح يروح يطلب ايد سونا بنت محمود. بسيطة، روحي انتي جيبي مي لضيوف كنتي. يلا. ايه شو بده الواحد يحكي؟ ما بعرف يعني، بعد الشي اللي عملته بنتهم ما في قدامهم غير هالطريقة. أصلاً يحمدوا ربهم إنه إجاها عريس، يبوسوا إيديهم والشقفة. ما
شو طمني، اتصلت بسامي بيه؟ اتصلت، تليفونه ما عم يعلق، ممكن مسكر. عن جد ما عم افهم يلي صار معنا اليوم. ملك على اساس هلا بتعرف الحقيقه، حنان خانم ليش بدها تكذب هيك؟ قلي لك ايه، حنان خانم ما كذبت عليكي لانه المشكله عندك انت، فهماني غلط، متاكد من هالشي. هذا المخ اللي عندك شغلي شوي حاجه. قالت لي انه ملك صارت هلا بتعرف انه زهره بتكون بنتها. شو هالقصه اللي ما راح افهمها يعني؟ بالله اذا بتعرف ليش كانت كل الوقت عم بتقلنا بنتكم. ملك خانم لهلا عم بتقول انه زهره بنتي وبنتك، ما سمعتي قدامك صار الحكي. لنرجع نجرب. متضايقه كثير ومالي نفس حط ولا لقمه بتمي. وانا مثلك ويمكن اكثر، بس لازم تغصبي حالك وتاكلي لقمتين. ليش عم يتصل فيني هاد؟ شو بدك رشيد؟ سامي بيك مرحبا، شلون كانت سفرتكم؟ طمني. احكي شو بدك رشيد. حبيت اطمن مو اكتر. حنان خانم قريبه منك؟ ميسون بدها تحكي معها شوي. خي شوفي شو بدها منك ميسون خانم. اهلين خير ميسون. حنان خانم، انت خبرتي بنتك ملك انه زهره بتكون بنتها، صحيح ما؟ ايه خبرتها. ليش شوفي؟ ما بعرف، بس انا حكيت مع ملك وحسيت انها ما بتعرف. يعني المفروض تكون عرفت، كتبت لها بالمكتوب كل شيء. يمكن ما شافته. ماشي، فهمت هلا حنان خانم، فهمت. شو حكيتوا؟ ردي علي، شو حكيتوا؟ تركت لها مكتوب كاتبه فيه كل شيء، يعني بجوز بأي لحظة تلاقي هذا المكتوب ورح تعرف وقتها كل الحقيقة. قلتي لي مكتوب؟ ايه مكتوب. معناتها في شيء لازم نعمله بسرعة. روحي جيبي لي الجاكيت. لك ليش هيك عم تطلعي فيي؟ روحي جيبي لي الجاكيت. مساء الخير عزات. فينا نحكي شوي؟ مزاجي بنوب مو منيح، ما بدي احكي. خير ملك؟ عزات انا ضايعه كثير وما عم بعرف بمين بدي اوثق، كل مالي عم بنصدم. اسمعيني شوي، اذا متضايقه من قصه علي وزهره، انا حكيت مع ست. مو بس مشان هيك، تخيل انه بابا خبى علي القرار اللي اجى من الوزاره وما جاب لي ابدا سيرته. ايه طيب وليش خبى عنك؟ شو مكتوب فيه؟ مكتوب انه انا فيني ارجع درس وما في لزوم استنى لحتى ينتهي التحقيق. بس اهلي هن يلي استلموا تبليغ الوزاره وما خبروني. كان المفروض اني ارجع داوم بس انا ما رحت على المدرسه، هلا بسببهم رح يطردوني من المهنه. ليكي روحي لعند المدير وبتقولي له انه التبليغ ما وصلك، هو اكيد رح يتفهم هالشي. شو قلتي؟ الامور الرسميه ما بتنحل بهالبساطه عزت، الموضوع معقد. بابا ما سلمني التبليغ بوقته وراح لعند المدير وقال له بيرفع فيني تقرير اني ما عم داوي، مشان هيك هن رح يفصلوني. الفصل مو بس من المدرسه، انا رح انفصل من المهنه كلها. يا الله بس بدي افهم شو هالقلب اللي عنده. انا ما عاد اثق بحدا بعد كل شيء صار. اذا ابي هيك بمين بدي اتامل خير لسه؟ بصراحه عن جد ملك ما بعرف شو بدي اقول لك. بسيطه مو مشكله. انت شو عملت؟ علي وزهرة لساتهم لهلا عم يناموا بنفس الأوضة ما؟ رح جرب احكي مع ستي لورين مشانهم. حتى لو حكيت شو رح يتغير؟ مو هي بتمشي الكل على كيفها بالقصر، وما رح ترد عليك شو ما حكيت. هالمجنونة ما رح تغير العادة، بتضل تسكر التلفون بوشي. خالتي فاطمة. شوفي بنتي، سونا رح يجوزوها لهداك الزلمة اسمه مجيد، هيك سمعتهم عم يحكوا. بعرف زهرة بعرف، لا تخبري علي بشي، إذا عرف بجوز يعمل له شي مصيبة مو ناقصنا. زهرة وعديني ما تخبري بهذا الشي، ماشي بنتي؟ علي فيني فوت؟ تفضل أخي فوت.
كيفك؟ وكيف بدي يكون برأيك؟ اسمع، بخصوص نومة زهرة أنا رح أحكي مع ستي لورين وأقنعها. شو رح تستفاد إذا حكيت معها؟ كانت ردت علينا من وقت قصة المبادلة، صح؟ شو تغير؟ قول، ردت شي؟ العادات تبعهم أهم منا بكتير. سونا شو رح يصير فيها؟ هي ضحيتهم الجديدة، رح يقتلوها ما رح يرحموها. أنا حكيت مع عمي محمود بالموضوع، قلت لهم ينتقلوا من هون، ورح ينتقلوا. رح ينتقلوا؟ شو عم تحكي أنت؟ أنت بتعرف أكتر مني، قد ما راحوا بعدوا هن خالفوا العادات ما رح يتركون ورح يضلوا يلاحقون. بس على قليل هن بيكونوا رح يحاولوا، يمكن يقدروا ينفذوا من هاي القصة كلها. أنا شو مشاني طيب؟ أه؟ كيف بدي استحمل من غير ما أشوفها لسونا؟ علي، حبك هون ببين. إذا كنت بتحبها للبنت عن جد لازم تدور على مصلحتها، وإذا كانت سعادتها ببعدها عنك لازم ترضى، لازم ترضى وما تناقش حتى لو كان صعب عليك. أحياناً كتير منضطر نبعد عن الأشخاص اللي منحبون مع أنه قلبك بيكون معلق فيهم، بس بالحب لازم تصبر كتير وتتعلم ما تكون أناني مع الأشخاص يلي بتحبون. خلي محبتك بقلبك وحافظ عليها منيح. أحياناً الظروف هي اللي بتحكمنا وبنضطر نسكت ونبعد كرمال ما يصير شي للشخص يلي منحبه، حتى لو هذا الشي سبب لك الألم، بس يمكن يكون أحسن للطرف الثاني. صدقني غريبة قوانين الحب، وقاسي أحياناً لأنك بتحب لازم تختار أنك تبعد وتمشي. شو القصة؟ مو على أساس رح تنامي بالغرفة الثانية؟ مو جاي لحتى نام هون، بس نسيت دفتر مذكراتي. زهرة؟ نعم علي. قليلي، سمعتي أي شي بخصوص سونا؟ إذا بتعرفي شي حكيلي. أخي قالي إنه بدهم ينتقلوا، وأنا ضروري كتير أعرف عنوانهم الجديد. بخصوص عنوانهم ما بعرفه، بس أعرف بخبرك. العرس إمتى رح يكون؟ الأسبوع الجاي، مو كتير بكير. وليش لحتى نستنى؟ الأسبوع الجاي بنعمل حنة وبعدها بيكون العرس. بس كأنه مستعجلين، مو؟ إيه يا جميلة خانم، أنا مستعجل كرمالكن أنتو. البنت طلع عليها كتير حكي، ومشان نسكت الناس خلونا نستعجل. مجيد معه حق بهالشي يا جميلة، خلينا نخلص من القصة بسرعة. شو ودعتوا الضيوف؟ راحوا؟ ايه ودعناهم. شو القصة؟ شو بقى بينكم؟ تصرفاته ما لها عجبني، في شي مو طبيعي وقلبي مو مطمن. شو بده يكون في مرت عمي؟ عادي، باخر فترة كلنا مرقنا بظروف قاسية. ايه، ويمكن لساتها مأسرة عليه.
بعدين بتعرفي عزات آخر فترة ترك شغله وهمله، وكل شي بالشغل عدنان عم يتحمله. لا تشغلي بالك أمي، عدنان مستحيل يكسر كلمتك لو شو ما صار. بتمنى أنه يكون هذا هو السبب. تفضلي. شكراً. ستي، فينا نحكي شوي؟ خير ابني عزت؟ زهرة وعلي حاطينهم مع بعض بنفس الغرفة. ستي، هدول لساتهم أولاد، بيصير يناموا سوا بنفس الغرفة مع بعضهم؟ هدول رجال ومرته عزت، والمفروض إنهم يناموا بغرفة واحدة. لما أنا عاملتهم على أساس أنهم أولاد، فهموا القصة على كيفهم وغلط. شفت أخوك علي ويلي عمله هو وسونا؟ اسمع عزات، علي نسي إنه متجوز ومسؤول عن مرته، وإنت لحد هلأ عم بتدافع عنه. ستي، أنا هلأ ماني عم دافع عن حدا فيهم. شو القصة عم تحكي وكأنك ما بتعرفيني بالمرة؟ مو أنت قلتينا عملوا يلي بتلاقوه صح ودافعوا عنه للآخر؟ أنا بالضبط هذا اللي عم بعمله. اللي عم بيصير غلط كبير. وعلي يلي عم بيعمله صح، هيك برأيك؟ لا يا ستي، مو هيك، مو هذا اللي بدي أقوله. بس هنن أولاد، زهرة جبناها وهي لساتها عم تلعب وتنط على الحبلة. وبعدين علي شو مفكرينه؟ هو كمان ولد. شوف اللي قلته آخر كلام عندي، وبتمنى هالحكي كله يكون مفهوم. يا أغاية لا تزعلي مني، بس يلي عم تعمليه غلط. دخيل اسمك يا ربي، شو هالمرة ما بتنام بالمرة؟ يا الله، نامي بقى. شو؟ شو جابه؟ عزت؟ ما عجبني صوتك على التليفون، قلت بيجي وبشوفك. ليش عذبت حالك واجيت لهون؟ غير يلي حكيت لك يا ما في شي. طيب شو رأيك نطلع هلا ونحكي شوي؟ ومنه انت بتغيري جو؟ مالي خلق اطلع غير يوم. معناتها لو سمحتي جيبي لي من عندك شي بطانية، لأنه حابب نام هون الليلة. حتى لو برد شو بدي أعمل؟ كأنك صاير عنيد كتير، مو هيك؟ بضل نقطة ببحرك. شو قررتي هلأ؟ ما رح تغيري رأيك؟ استنى لشوف. لا طولي. شو عامل لك؟ شو الفرصة اللي عندك وانت روحتي؟ شو ساوي؟ يلي من ايده الله يزيده.
ألو ألو، عجبتك الهدية يلي بعت لك إياها؟ مين أنت ولك؟ آه؟ أحكي مين؟ عدنان؟ شو بدك أمي؟ ليش هيك تصرفت قدام الجماعة؟ كأنه نحن عم نجوزك بالقوة. كل الوقت ساكت وما طلعت بوش خطيبتك مرة واحدة. حط عقلك براسك ابني، حتى ستك انتبهت انك مانك على بعضك. سألتني انا وابوك وبدها تفهم شو الموضوع. رح فهمك، افتح ادنيك منيح وانتبه شو رح قول. عزت رجع وعاند سته وكله من تحت راسها المعلمة، عم يعمل كل شي بتقله يا عزة. عم يلعب بالنار كتير، دير بالك انت، انتبه على تصرفاتك ولا تخلي ستك تغضب عليك. بكرة لما بتروح مشان كتب الكتاب لازم تطيب خاطر خطيبتك وتراضيها. لا تخلي الساحة تفضل عزة ابني. ستك عم تدور على حجة لسامحه لعزة، وانت بتعرف هذا الحكي أكتر مني، ما هيك؟ انت لا تكلي، أنا طلعت زهرة من غرفة علي وراح خليها تنام بغرفتي. القصة انحلت خلص. ولا امتى هذا الحكي؟ اسمع لقلك عزت، اذا نحن قبلنا او ما قبلنا، زهره بتكون كنا بهداك البيت ومرته لعلي شرعا وقانونا. اليوم مشي الحال. ايه، وشو بيضمن لك بكره ستك ما تغير رايها وترجع تعامل علي وزهره على انهم رجال ومرته؟ نقدر نعمل شي بوقتها؟ الموضوع ما بينحل هيك، مو هذا الحل. تاكدي طول ما انا بهداك البيت ما فيهم يعملوا هيك شي مع زهره. انت ارتاحي وثقي فيني. زعلت كتير على علي، وسونا هالمسكينة رح تروح مثلي ضحية العادات، ورح يجوزوها لواحد بعمر أبوها كمان. كيف رح تستحمل هذا الشي؟ ما بعرف علي شو رح يعمل إذا دري باللي صار. محتارة كتير وما بعرف إذا بقول له عالشي اللي سمعته. حكيت مع مجيد قبل ما نجي لعندكم، قال لي إنه خلص رح يروح يطلب إيد سونا بنت محمود. يعني بعد الشي اللي عملته بنتهم ما في قدامهم غير هالطريقة. أصلاً يحمدوا ربهم إنه إجاها عريس، يبوسوا إيديهم وشو أفا.